من خان يونس ينضم إلينا الآن الزميل يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك يوسف. يبدو أن قطاع غزة ما زال يشهد قصفا مستمرا في كافة أنحائه، في سواء في الشمال أو الوسط أو الجنوب. ضعنا في تفاصيل المشهد لديك. نعم منى، فيما يتعلق بالتصعيد الإسرائيلي هو بالفعل لم يتوقف في مختلف محافظات القطاع. فجر هذا اليوم استهدفت الطائرات المروحية الإسرائيلية خيام النازحين المقامة في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة خان يونس، وهي تقع في نطاق ما يسميه الاحتلال المآوي الآمنة. هذا القصف أسفر عن استشهاد شخصين على الأقل وإصابة آخرين بجراح متفاوتة، من بين الشهداء طفل لم يتجاوز من العمر 4 سنوات حسب المصادر الطبية الفلسطينية. قبل هذا القصف أيضا بسويعات قليلة كانت الطائرات المسيرة قد استهدفت النازحين في المنطقة الجنوبية الغربية من مدينة خان يونس، وهو قصف أسفر عن استشهاد طفلين نقل على إثر ذلك إلى مشفى ناصر بمدينة خان يونس. فجر اليوم أيضا المدفعية الإسرائيلية كثفت من قصفها للمناطق الشمالية الشرقية من مدينة خان يونس، وتحديدا في بلدة القرارة، تلك البلدة التي شهدت عملية برية قبل عدة أيام استمرت ل22 يوم. كما أن المروحيات الإسرائيلية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب أقصى المناطق الشمالية الشرقية من المدينة. فجرا أيضا دوت عدة انفجارات في المناطق الغربية من مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، وفي معظمها ناجمة عن الاستهدافات التي تنفذها المدفعية الإسرائيلية المتمركزة على طول السياج الحدودي الجنوبي لقطاع غزة وما بات يعرف اليوم بمحور فيلادلفيا حسب ما يقول الاحتلال الإسرائيلي، وهو محور صلاح الدين حسب التسمية الفلسطينية. أما في المحافظة الوسطى فقد استهدفت مدفعية الاحتلال الأطراف الشمالية الشرقية والشمالية الغربية من المحافظة، وتحديدا شمال شرق مخيم لبريج والمناطق الشمالية والشمالية الغربية من مخيم النصيرات وسط القطاع. على طول محور نتساريم الذي يقوم جيش الاحتلال في الآونة الأخيرة بتوسيعه صوب المناطق الشمالية من المحور، أي الجنوبية من مدينة غزة، الآليات الإسرائيلية منذ منتصف الليلة الماضية حتى اللحظة قصفت بشكل عنيف الأطراف الجنوبية من مدينة غزة، وتحديدا أحياء الصبرة والزيتون ومنطقة تل الهوى، كما أطلقت الطائرات المروحية نيرانها صوب منازل المواطنين، بينما قام أيضا جنود الاحتلال بتنفيذ عدة تفجيرات تحت السيطرة فيما يبدو أنها عمليات نسف لمربعات سكنية في منطقة حي الزيتون وتحديدا الأطراف الجنوبية من هذا الحي. فجر اليوم أيضا استهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلا يقع في الأطراف الشمالية من شارع النفق شمال شرق مدينة غزة، دون أن يسفر هذا القصف عن وقوع ضحايا، وإنما ألحق أضرارا مادية جسيمة بالمكان المستهدف الذي اندلعت فيه النيران لعدة ساعات إلى أن سيطرت عليها طواقم الدفاع المدني. في نهار يوم أمس حسب المصادر الطبية الفلسطينية استشهد 27 فلسطينيا، عددا منهم جراء قصف الاحتلال لنقطة بيع مخبوزات في المنطقة الشمالية من قطاع غزة، وتحديدا عند بوابة مركز للنزوح داخل مدرسة الفالوجة، وهو قصف أسفر في حينه عن استشهاد 8 مواطنين في المنطقة الشمالية من القطاع. الزميل يوسف أبو كويك بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من خان يونس.